خلينا ناخدكم ليه برضو حاجة مش بعيدة عن الرياضة كتير، لكن طبعا أصحابنا من ذوي الهمم أيام قليلة بتفصلهم عن منافسة دورة الألعاب البارالمبية في باريس 2024. بدأت المنتخبات الوطنية البارالمبية امبارح الخميس تدريباتها في العاصمة الفرنسية باريس استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية خلال الفترة من 28 أغسطس ل 8 سبتمبر من العام اللي احنا فيه ده طبعا، ووصل الفوج الأول من البعثة البارالمبية المصرية يوم الأربعاء إلى العاصمة الفرنسية، وبيضم 9 منتخبات، وأنهت إدارة البعثة إجراءات التسكين والإقامة داخل القرية الأولمبية. طبعا برضو يعني شايفين شكلهم قد إيه جميل، ولبسهم برضو المميز زي أنا معجب جدا مسألة إزاي بصراحة. يعني لا، وهم يعني دائما أبدا بيسعدونا وبيمتعونا بأدائهم الرياضي المميز وبعدد الميداليات اللي بيحصدوها، والمرة دي إن شاء الله يكون يعني منافسة مميزة، ونلاقيهم راجع لنا كده بعدد كثير من كل مرة، وموفقين إن شاء الله، ونسعد بيهم ونفرح ببعثتنا البارالمبية المهمة من عدد من الرياضات المميزة. خلينا